واجه مدافع ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس انتقادات لاذعة من قبل عشاق كرة القدم في العالم أجمع بعد تسببه في الإصابة التي لحقت بالنجم المصري محمد صلاح في مباراة ليفربول أمام ريال مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا. ولم تكن إصابة صلاح هي الأولى في تاريخ أسود مليء بالأذى مقترنا باللاعب الإسباني، حيث أن اللاعب يعتبر الأكثر حصولاً على بطاقات صفراء وحمراء في تاريخ دوري الأبطال. وتؤكد الإحصائيات أيضاً أن راموس حصل على 37 بطاقة في دوري الأبطال، منها بطاقتين باللون الأحمر، وحصل راموس على 3 بطاقات حمراء في آخر 4 نهائيات خاضها مع النادي الملكي. كما يعد راموس هو أكثر لاعب تعرض للطرد في تاريخ الدوري الإسباني برصيد 18 بطاقة.